بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا حنان يا منان، انصرنا بنصرك يا ناصر. آمين آمين آمين. الآن نأتي إلى الآية 106، يقول فيها مولانا: مئة وسبعة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يعني يحب يضر بدعوة محمد عليه السلام، هي الدعوة الأخيرة في تاريخ البشرية، لا نبي ولا رسول بعد الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، وهو نبي أمي عربي صادق أمين عليه الصلاة والتسليم. الذين اتخذوا مسجدا، بنوا بغرب construit cette mosquée-là d'une façon malveillante, يعني tendancieuse. تحب إضرار بدعوة الإسلام. صوروا لو نجحوا هذوما في سياستهم المدمرة المخربة لكي لا يظهر الإسلام كدين، ما لا يخرج الإنسان من عبوديته ومن الذل والمسكنة والجهل القاضي على علم الإنسان. تصوروا ذلك، وما عليكم كان هنا تبرطوا بلغة العامة، تبرطوا في ميدان التصور اللا أدبي عند اللي غيركم، ونعبوه تصور أدبي عندكم أنتم. فريمون اون ايماجيناسيون فريمون ليتيرير بوزيتيف كونستركتيف. نعود إن شاء الله تعالى.